إذن تحية طيبة لكم متابعينا الكرام، أنتم دوما عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن نذكر بهذه النشرية الجوية الخاصة للمناطق الولايات المعنية بتساقط الأمطار ليوم الأحد 6 سبتمبر 2020. إذن الأمطار ستكون في الفترة الصباحية وستشمل ولاية الطارف بالإضافة إلى منطقة ولاية عنابة وزخات مطرية غير مستبعدة على جزائر العاصمة وبومرداس. في الفترة المسائية ليوم الأحد من المنتظر الأمطار أن تكون غزيرة على مناطق برج باجي مختار وعين صالح، بعض الخلايا الرعدية أيضا ستميز مناطق الأوراس. إذن مزيد من الأمطار ومزيد من الخير إن شاء الله على كل المناطق الجزائرية بداية من الاثنين مساء إلى الليل إن شاء الله، نتيجة قدوم اضطراب سيكون نشيط نوعا ما محمل بأمطار غزيرة ورياح قوية. سنوفيكم بتفاصيل هذه الأخبار بإذن الله تعالى في قادم الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.